مباريات الأسبوع السادس من مرحلة الإياب، فيما فاز الوحدة في 6 مباريات والتعادل كان في 13 مباراة. غازي العيادي وكذلك محمد منير، طبعا غازي العيادي يملك أسرع هدفين في الدوري التونسي. تم محاولة الانطلاق والمرور، فرصة للتسديد سدد ولكن إلى خارج أرض الملعب. في وسط الملعب للعباسي المقاتل، اللاعب العباسي ترجع لصبو، يمشي محمد منير في محاولة للمرور، يمر الكرة الأمام ناحية محمد زعبية، محمد زعبية ينقلها بعرض الملعب، تمشي للأمام التسديد ولكن تمر إلى خارج أرض الملعب. هنا لقطات الإعادة، الخطأ اللي تحصل عليه لاعب فريق الوحدة. تمنتاشر دقيقة مرت إلى حد الآن من زمن الشوط الأول والتعادل ما زال سلبي. اتحاد أما الوحدة، الخطأ لمصلحة فريق الاتحاد، لعب الكرة للأمام بضربة رأس ولكن تعود مرة أخرى، لعب الكرة للأمام، من يقابل ناحية زعبية، تعود للهوني، الهوني يلعبها للأمام والدفاع يخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب. أيمن الزين، أيمن الزين التسديد ولكن إلى خارج أرض الملعب. تعود الكرة لمصلحة فريق الاتحاد عن طريق اللاعب محمد منير، محمد منير يلعبها أمامي ناحية جبودة، جبودة يسقط على أرض الملعب، يتحصل على خطأ، يتحصل جعفر جبودة على خطأ. أمامنا العيادي وأمامنا محمد منير، محمد منير ستنفذ هذه الكرة، محمد منير يلعبها للأمام والحارس يخرجها، يتدخل الشعواني يبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. للأمام تمشي أمامية لمصلحة فريق الاتحاد، تعود لربيع شادي بإمكانها رفع الكرة، ربيع يلعبها للأمام، من يقابل؟ الدفاع، الدفاع يقابل بعد الكرة، تعود مرة أخرى محمد الشعواني، تعود من العيادي ناحية كارا بعد الكرة، ترجع الكرة ولكن تغادر إلى خارج أرض الملعب. الشوط الأول والتعادل مازال سلبي إلى حد الآن. ركلة ركنية لمصلحة فريق الاتحاد، ترفع الكرة ناحية الرؤوس، من يقابل؟ تعود والدفاع يخلصها، تعود وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الاتحاد. سبق وأن سجل 4 أهداف منذ عام 2000. هنا لقطات الإعادة وهذه ركلة جزاء التي أشار إليها حكم اللقاء الدرسي. إذا ركلة جزاء لمصلحة فريق الاتحاد، التنفيذ سيكون عن طريق زعبية، سبق له أن سجل 4 أهداف. الشعواني يستعد وزعبية يتقدم، جول الاتحاد، يتقدم بهدف مقابل لا شيء من كرة وضعت على علامة الجزاء، كان بإمضاء اللاعب محمد زعبية. دي 3 دقائق وقت بديل يشير إليها الحكم الرابع أحمد خضر. تعود الكرة لزعبية والحارس كاد أن يخطي مرة أخرى، الشعواني في وسط الملعب لأيمن، لعب الكرة في ظهر الدفاع، محاولة لرفع الكرة، ترفع الكرة بشكل ممتاز وصب يبعدها والتسديد ولكن إلى خارج أرض الملعب. نشاهد شوط مغاير الشوط الثاني، هنا لقطات الإعادة للتسديدة الأخيرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى فريق الاتحاد. تعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم بأجمل تحية وأعطرة مع بداية الشوط الثاني. فريق الاتحاد في محاولة رفع الكرة، تمشي الكرة للأمام، محاولة ترفع الكرة، تلعب للأمام والدفاع يخلصها، خلصها، تعود لدفاع فريق الوحدة، محاولة المرور، الوحدة يحاول يضغط مع بداية الشوط الثاني، بغية التعديل، التسديد من بعيد والكرة سهلة في متناول الحارس معاذ اللافي، يحاول هنا لقطات الإعادة لتسديدة اللاعب ربيع شادي صاحب الهدف الوحيد في مباراة الذهاب من كرة ثابتة مرت إلى خارج أرض الملعب. تمشي كرة لعمران في الجهة اليمنى، لا، واحتجاج على المساعد
لعب الكرة ناحية معاذ بن حسن، حكم المساعد يقول ما في شيء في اللقطة الأخيرة، يقول الكرة ما دخلتش. هوني الهوني وتدخل الدفاعي بعد الكرة، وفي هذه الآونة حكم اللقاء يطلق سابرتا منهي زمن اللقاء بتفوق فريق الاتحاد بهدف مقابل صفر. الهدف كان مع نهاية الشوط الأول من كرة وضعت على علامة الجزاء سجله اللاعب محمد زعبي. هنا لقطات الإعادة للهدف الوحيد، وبذلك يرفع رصيد فريق الاتحاد إلى 43 نقطة.